بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. القلب يعشق كل جميل، ما أجملك يا أهلي إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في الحلقة 992 من ملك وكتابة، لقاء الاثنين المهندس عدي بيبدأها بالأغنية الرائعة القلب يعشق كل جميل. مؤكد ومفيش أجمل من نقل الآلي عشان تجتمع حولها القلوب وتعشقه. ما في يوم بل يكاد يكون ما في ساعة إلا هناك سبب من أسباب الزهو والفخر والسعادة يقدمه لك النادي الأهلي، سواء في شكل قرارات، في شكل إنجازات رياضية كروية، في شكل إنجازات إنشائية، في شكل إنجازات اجتماعية وريادة، في شكل تأثيره والصدى الذي يحدث له خارج حدود الوطن إلى الآفاق الإقليمية والدولية. دائما هناك سبب من أسباب الفخر باستمرار، ولا يخلو الأمر من صغائر لبعض الصغار، والمشكلة أنها بتتجاوز الحدود المرة دي ومتكررة، وأنت هتناقش هذا. ولكن الأهلي الذي كان دائما في قلب الحدث وأحيانا كثيرة صانع للحدث، بعد أن أشاع الدفء والسعادة والإثارة بالفوز بالسوبر المصري في العين في الإمارات الشقيقة، هو اليوم مع رفيقه الزمالك في ديربي من أشهر الديربيات على مستوى العالم في أرض الأحداث الكروية الكبرى في الرياض، عشان ينشروا السحر وانقلوا هذا الديربي الذي يحظى، أنا بزعم أنه أحد الديربيات الكبرى على مستوى العالم، صحيح، من حجم المتابعة والاهتمام. فعشان برضو يكون ينتقل من هنا إلى هناك بين الأشقاء، يلقى الترحيب ويشيع البهجة والروح الرياضية أينما حل.